والتوحيد أيها الإخوة هو أوجب الواجبات، ولذلك العلماء يقولون إن أول أمر أو إن أول أمر في كتاب الله الأمر بالتوحيد، وأول نهي في كتاب الله النهي عن الشرك. أول أمر في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا الله الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول نهي من الله: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني مثلا ونظراء تعبدونهم كما تعبدون الله وأنتم تعلمون.